مشاهدينا وصلنا لختام لقاءاتنا، وبيسعدني أنه استضيف الشاعرة نريمان شري لنحكي عن إصدارها الجديد ترياق الروح. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم جميعا. وصباحك نريمان، أهم شيء أنه على اسمي. إيه أهم شيء سميتك. الشاعرة هو اللقب اللي تطلقينه على نفسك بعد كل منشور بتكتبيه. برأيك نريمان، مين اللي بيمنحنا الألقاب؟ هل نحن اللي بنمنحها لحالنا، أم النصوص اللي بنكتبها، أم الجمهور؟ هلأ بالمفهوم العام بيتركوا الشعب هو اللي يعطي اللقب للشخص المعني، بس أنا دايما عندي فلسفة بهذا الإطار، وطبعا مع احترام للجميع، الحضور الجمهور لازم يكون موجود تيصنف الشخص تهو يقدر يبين شوي شوي. بس وقت يكون الإنسان الموهوب عم بيطلق نفسه بلقب معين من باب ثقة، يعني هو عم بيعزز احاسيسه لذاته. حلو. طبعا يعني انا وقت بحط هاشتاج الشاعره نريمان شري، كثير اصلا هذا الموضوع عم بشكل كثير انتقادات. صحيح. وكثير هجوم، بس بحترم الجميع بكل الاختلافات. وقت بحط هاشتاج انا عم بكرم احاسيسي لذاتي، وعم كون عندي الثقه لنفسي. بس هذا ما بيعني، كنت عارفه انه هالشيء بيستفز الاخرين، هو يعني ما بيعتبروه نرجسية ممكن أحيانا، ممكن يعني للأسف بهذا المجتمع. هيدي الكلمة صارت كتير مقدسة عند أكيد عند خصوصا عند الشعراء، يعني لما حدا بده يقول أنا شاعر يعني بده يكون فعلا على قد هيدي الكلمة اللي عم بيقولها. طب هني شو مفهوم للشعر؟ أنا بدي أسألك شو مفهومك للشعر؟ يعني هيدا الإنسان مقدس. الشعر هي منبع إحساس، يعني الشاعر او الشاعره، مش يعني انت درستي قوافي، مش يعني انت درستي لغه، مش يعني انت درستي جمله بدك تركبيها. انت وقت يكون عندك نبع احساس عميق بخيال واسع، انت شاعر او شاعر بكل معنى الكلمه. هيدي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للانسان، ما حدا بيقدر يقول اذا انت بتتميز فيها ولا لا. هلا الجمهور بيلعب دوره انه يعطي نقد، يا اما ايجابي يا اما سلبي، وانا ما عم بلغي دور الجمهور، بس قبل ما الجمهور يحب او يكره كتاباتي انا بدي اطلع حب نفسي بنفسي، ده انا اقدر ابدع. طبعا في جزء حيحب وفي جزء ما رح يحب، فلم بين ازدواجية ما يفكروا انه هيدا الموضوع انه انا عم بستهزئ بالاخر او انا عم جرب جرح مفهوم الشاعر او الشاعرة. انا لو ماني شخص موهوبة ما بخاطر وفوت بهيدا الدومين تعمل كارير لنفسي. نعم. بس انه قبل ما تعززي هيدي الثقة بالنفس من خلال اطلاق هيدا اللقب، مين اللي عزز فيك هيدي الثقة؟ يعني مين اللي شجعك وخليك فعلا تقتنعي انه انت شاعرة؟ يعني هل كنت تعرضي كتاباتك على حدا بتوثقي فيه، على شاعر، على كاتب، على ناقد؟ بالبداية لا، دايما الاهل هن السند بكل شيء. قد ما يكون عندك اشخاص مميزين بيجربوا، دايما الاهل بيعطوك النقد الصح ان كان حلو ولا ان كان غلط. طبعا في صديقه الله يوجه لها الخير، هي موجوده بالدول العربيه، هي كاتبه وشاعره، نور مسلماني. من باب حديثها من سنه 2017 كنا عم نحكي بموضوع انه حابه اكتب شيء، بعتي اذا بتعرفي حدا والى اخره. فهمت الموضوع، بقوم انا ببعث لها ثلاث قصائد انا كتبتهم بدون ما انا قلها. من هاللحظه قالت لي انت كتبتيهم؟ قلت لها ايه. قالت لي نريمان، من باب اللي انا فيه انت عندك نبع، فحرام انك تخبيه. وطبعا في غيرهم وغيرهم، في كمان المملكه اللي انا موجوده فيها اللي هي مملكه الحروف، The Kingdom of Letters، برئاسة الشاعرة إليونور زعيتيني، أنا كتير بوجه لها ألف تحية. كمان من الأشخاص اللي الداعمين لإلي وبتقلي أنت شخص موهوب، بدك تتحملي النقد من كل جميعه، بس بتوصلي. وصلنا. نعم. شوي وعم تستفيدي من النقد، يعني عم بتخليه حفزك لانك تعطي اكثر وتتقدمي اكثر. اي طبعا. في مثل بيقول انه الشجره المثمره بترشق بالحجاره، كل حجره بيرشقوني فيها انا بطلع عليها تتوصلي لمرحله خلص. بس اكيد هيدا الشيء بيعززني من ميلي انه انا يكون عندي اصرار اني ابدع اكثر واكثر، ما في شيء بيوقفها لنريمان. اكيد. خبرينا عن اصدارك ترياق الروح، من وين استلهمت العنوان؟ ترياق الروح هي لانه الكتاب بيحكي عن نريمان بحد ذاتها بكل المراحل اللي قطعت فيهم بفتره معينه. كل انسان بيعيش اكسبيرينس بيعبر عنها بطريقه،
انا يمكن اجتني هيدي الفرصه تأثبت انه انا عندي هيدي الموهبه، وبكل لوحه معينه في وجع روح وبنفس الوقت في تامل وفي تمني لعلاج هيدا الروح. فاختصرت ال 34 قصيده بترياق الروح اي علاج الروح. شو بدك تسمعينا منه؟ في قصيده بالفصحى 100% وشعر الحديث الحر. في قصيده اسمها عاريه بتحكي عن المراه ونظره المجتمع لها. بتقول: جسدي تنازعه اللهفة لردائه الحبيب، يموت ألف مرة ويطعن ألف طعنة، نادم كونه في هيكل أنثى، قائلا لربه: أخلقتني لأعطي الحنان وأربي الرجال أم لإشباع رغبات الأوباش؟ مع أنه يعلم بصمت ذبيح أن لا لوم على الخالق إنما على المخلوق، وجعه لا وصف له ولا كلام يقال فيه، الفراش يبكي دما عندما تلامسه، الجدران تبث رائحة الخجل عندما تراه، الأغطية البيضاء تركض هربا احتراما كي لا تغطيه، أخشاب الأرض ترتجف قهرا على مشاركتها سلاخي الجسد في وصولهم إليه، اللوحات تتمايل من شدة غضبها قائلة: أرجوك دعني أقتلهم بالزوايات الحادة. أما البشر فيمزقون لحمي ويحرقون أنوثتي ويتغذون بدمي، عارية نعم، متألمة نعم، ميتة نعم، ولكن حقيرة كلا وألف كلا. يا أوباش بني آدم، خجل بكم نبيكم، فكيف بروحكم؟ حلو نريمان، أنت درسي علوم سياسية، عداب تستعمل السياسة بكتاباتك، وكيف بتطوري حالك باللغة العربية؟ تطور حالي باللغة العربية طبعا من خلال القراءة، بس دعمي حالك بالقراءة شوي شوي بتصير تعرف الأخطاء وين موجودة. اللي أخذتها من العلوم السياسية اللي هو في فرق شاسع بين الفن وبين الشيء الجامد الوقائع هي الدبلوماسية والفلسفة من باب معين، فبدمجهم بطريقة حسية. نعم. لمين بتطمحي توصلي من خلال كتاباتك؟ مثلا بدك تتعلمي تكتبي موزون، تصيري تكتبي موزون بالمستقبل، ولا مصرة على كتابة الخواطر والنثر؟ هلا أنا بالعادة غير إنه بكتب خواطر ونثر، أنا بكتب كمان أغاني بالمحكي، وكتير بحس حالي إنه ناريمان أكتر ما أكون بالفصحى بالشعر الحديث الحر. جربت صراحة إني أعمل الموزون، بس حسيت ناريمان قيدت بمطرح معين، يعني أنا ما فيك تيجي تقيديني بقاعدة إنه بدك تعملي هيك بدك تعملي هيك. اطلقيني، يعني خليني أنا أكون مثل عصفور بسما الشعر، اللوحة اللي بتجيني براسي بكتبها بطريقتي بطريقة الإحساس، بس ما تقيديني. نعم. بمجرد أنا تقيدت خلاص بطل إني أبدع. نعم. ما بقدر. شو هو الإبداع بنظرك؟ الإبداع هو يكون عندك خيال مختلف عن الباقي، مدعم بالإحساس، بعالم افتراضي أنت بتخلقيه، بس ما بيصير بكل الكون ما في شيء اسمه إبداع إذا ما في إحساس عميق ونظيف. نعم. مش مصطنع. نعم. فيك تصطنعي احساس، فيك تصطنعي كلمه، فيك تصطنعي كثير قصص، بس الاحساس بالطريقه السهله والواضحه والصادقه والبريئه هيدا هو الاحساس بيخلق لك ابداع. نعم. طالما يكون عندك افكار اكيد ربنا بيبعث لك اياها بعالم انت تعمليه. نعم. شو هو العالم اللي بتحبي تخلقيه لنفسك غير الكتابه؟ هلا انا عندي بعد حلم بدي كفيه، انه بحب اكون اعلاميه ضمن اطار الشعر والفن. بحب اترك بصمه بالحياه، جيت انا تقدم رساله بطريقه معينه من خلال نعمه ربنا عطانا اياها، فان شاء الله باذن الله بنصير اعلاميين بهذا الاطار ان شاء الله. ومن خلال مريم تي في، شو هي الرساله اللي بتحبي توصليها للناس وللعالم من خلال هذا المنبر؟ اول شيء بدي اتشكرك لك شخصيا انك فتحتي لي باب
اني اطلع على هيك تي في محترم ولائق، وبيفرج الناس المواهب الجديده اللي بعدها شوي منا كثير مبينه. انا بتشكر كمان اذاعه مريم تي في كمان انه سمحت لي الفرصه، واهم شيء اني طلعت اوضح كلمه هاشتاك الشاعره اللي كل العالم عم بتجرب انه تنتقدني وبس. هل رح يسرقوه منك هيدا اللقب، ولا تحسي حالك انك لا متمسكه فيه وما ممكن ولا اي نقد يهزك؟ اكيد لو في اي نقد بهزني ما كنت فتنا هذا الباب من الاساس نهائيا. نعم. ناريمان بتضل صبوره بتتحمل ورح واثقه توصل بنفسها. 100% 100%. بدك تسمعينا شيء باللغه المحكيه قبل ما نختم؟ ايه مش غلط، في يلا. هيدي مؤخرا نزلتها عندي على الفيسبوك بما انه نزلت حقولها ان شاء الله ما اكون عم بي. اوكي. هي بتقول مش عم افهم انك هي اللي قدرت علي وبقيت الاهم، روحي روحي واسمعي لا بقى ترجعي ما عاد بدي هم، حبيتك ووثقت فيكي وبلحظة بعتي هوانا، روحي الله يشفيكي انتي بطبعك الخيانة، يا ما قلتيلي بعمري ما بتركك، مهما بعدت رح ابقى انطرك، قلبي تفنت بحبك ويا ريتني معشقتك، روحي روحي واسمعي لا بقى ترجعي ما عاد بدي هم. حلو، معقول نسمع عم تتغنى ان شاء الله بعد فترة؟ ان شاء الله، بتمنى انطلاقتي من هيدا البروجرام انه اكيد. مين بتحلمي انه يغني كلماتك؟ هلا في كتير اصوات حلوه وما فيني اجي انا اختار، يعني هون ببلش فكره التواضع، ما فيني اختار اسم معين او فنان معين، بالعكس الصوت الحلو الموهوب انا جاهزه اني اقدم له كلماتي، وبحب الصوت الحلو يتغنى بكلماتي، ما عندي حدا معين. ميرسي لك نريمان، وانا وكل التوفيق بتشكرك. ان شاء الله، وانا بتمنى لك انك تحققي كل احلامك، شكرا. خصوصا هيدي واسطه لانه اسمك نريمان. ميرسي كلك زو، انا بتشكركم كثير على هيدا المجال، الفرصه اللي اعطيتوني اياها من كل اهلا قلبي. وسهلا فيكي. مشاهدينا، بدي اختم معكم على امل اللقاء بحلقات جديده من برنامج على الموعد.